شركة بيو فارما، شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، هي شركة تابعة لوزارة الفلاحة، أنشئت سنة 1984 يعني بقرار من وزارة الفلاحة والدولة المغربية لخدمة الفلاح في إطار الإنجاز ديال صنع اللقاحات البيطرية. كما قلنا هي شركة تحت وصاية وزارة الفلاحة. الشركة كتوفر على تقنيين خبراء وعلى دكاترة يعني مختصين في الميدان ديال صنع اللقاحات البيطرية، بيولوجيين ومسؤولين إداريين. الدور ديال الشركة هو إنتاج اللقاحات البيطرية أولا باش تحيد الخصاص اللي كاين في المغرب، لأن المغرب من قبل ما كانش شي مؤسسة اللي كتصنع اللقاحات خصوص بيولوجية. هاد اللقاحات كانت الدولة كانت كتستوردهم، دونك كان يعني خروج ديال السيولة ديال المادة الخام. فمن تأسست الشركة في إطار باش تصنع هاد اللقاحات من طرف خبراء مختصين في هاد اللقاح، الدور ديالها هو حماية القطيع المغربي في جميع اللقاحات بالنسبة للأوبئة والأمراض المعدية. هاد الأمراض المعدية كان خدمات بيوفارما مع لونسا. لونسا كتخبر بأن أي مرض معدي دخل المغرب إلا وكتخبر بيوفارما اللي كتصنع اللقاح المضاد ضد المرض، وكتاخذ لونسا وكي يعني كيدار حملة وطنية اللي كتلقح القطاع القطيع ديال المغرب كله يعني بالمجان. الدولة هي اللي كتحمل المصاريف يعني بالنسبة للقاح، بالنسبة حتى اليد يعني الطبيب البيطري اللي كيدير اللقاح ولا هذا، يعني كل شيء بالمجان. يعني كيخص غير الكساب من يكون عنده يحس بأن عنده شي مرض، أو حس مثلا فهذا كيف كما كان غنم بقر ماعز أو أي صنف من أصناف، إلا كيخبر به مثلا لونسا يعني المكتب الوطني للسلامة الصحية. لونسا كتاخذ التدابير ديالها، كتعرف شنو هو المرض، كيصيفطوا البيوفارما التشخيص ديالو والمختبرات اللي كاينين في المغرب اللي تابعين لونسا. وعندنا احنا مختبر خاص في بيوفارما يعني لتشخيص اللقاحات والامراض المعديه. هذاك التشخيص بيوفارما كتصوب اللقاح المضاد، وهو اللي كيمشي كيباش الدوله كدير الحمله الوطنيه للتلقيح. فبيوفارما ساهمات يعني في عدة أمراض من نهار الاختصاص، بالخصوص مرض الجدريد الأغنام، الحمى القلاعية، التسمومات المعوية، طاعون الخيول، يعني هذو كلهم أمراض اللي معدية اللي بيوفارما هي اللي صنعت اللقاحات وهي اللي كتعطيهم للدولة في إطار الحملة الوطنية للقاحات.